مرحبا واضح. أنا عائشة مصلي، عمري 34، عندي بنتين صبايا، وبشتغل سائقة ميكرو سيرفيس بس لطلاب مدارس. أنا عشت حياتي كلها، كنت ربيت منزل، ما كنت أبداً أشتغل على الميكرو، كنت يعني كنت عم ربي أولادي ومتفرغة إلهم. بس أنا ما كنت أعرف سوق سيارة، تعلمت السواقة من شي 6 سنين. كنا مناح بيتنا في توصيل الأولاد، بيوصلوا طلاب مدرسة وهيك، فقال لي شو رأيك إنه توصلي طلاب مدرسة؟ أنا يعني استبعدتها شوي، لأني يعني أنت حاملة أرواح وأمانة برقبتك، وخفت يعني صراحة بالبداية. بعدين يعني تجرأت، وقال لي هو ما فيها شي، جربي مثلا أول سنة، ما مشي الحال، ما عجبك الفكرة، خلص للغية. بقى أنا في عندي صديقة وهي دلتني أنه عندها مدرسة، وقالت لي بنطلع معك دورة ومنجرب توصيلك وكذا، فتعلم طلعت معي وجربنا، وقالت لي خلاص تمام وسلمتني طلاب. أنا علاقتي مع الأولاد كتير حلوة ومنيحة، ومثل علاقتي بالأم، يعني علاقة أمومة كأنه بناتي أو أولادي هدول اللي معي، وبخاف عليهم كتير، فبنزلهم بأماكن ما يكون خطر عليهم، بحاول إنه يكون قريبة من بيتهم أكتر قدر ممكن. لا، الكل بحب إنه يكون أنا اللي عم سوق وأنا اللي عم وصلهم أولادهم، لأنه بحسوا بالأمان أكتر. هلا أنا بالصيف ما بشتغل على طلاب المدرسة، بس في نسوان مثلا بعرفهم بيروح طلبات على ربوة مثلا سيران، أو على عرس مثلا، بنات نسوان بدهم يطلعوا على عرس بياخذهم، أو على طريق المطار هيك يعني قصص. للناس اللي بيسألوني إنه ليش أنتي اللي عم تسوقي مو جوزك اللي عم يشتغل، ليش أنتي اللي عم تشتغلي مو هو؟ طبعا هو عم يشتغل معي، بس أوضاع المعيشة والصعوبات اللي هلا نحن عم نمر فيها ما عاد كفيت واحد إنه يشتغل، صار لازم المرة تساعد جوزها، مو غلط أبدا. وللنساء اللي قاعدة وعم تستنى إنه بركي هلأ بتزبط الأمور أو شيء، لا بالعكس، قومي وفزي واشتغلي وساعدي، ما تخافي وكوني قوية وانتي قادرة. ولو كان ما في حدا يشجعك مثل جوزي أنا شجعني، لا انتي بتقدري تشجعي حالك وتكوني قوية.